من عين عيسى عبد السلام حمسورك، رئيس مكتب المنظمات الإنسانية في مجلس الرقة المدني. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عبد السلام. تتابعون كل هذه الجهود، طبعا نتحدث عن جهود فردية عديدة، أنتم كيف تعملون أيضا وتساهمون بموضوع إعادة الإعمار؟ نعم، مساء الخير ومبروك مرة ثانية لأهل مدينة الرقة التحرير والخلاص من داعش. طبعا من أكثر من شهرين كنا قد أطلقنا مبادرة مجلس الرقة المدني لكافة المنظمات التجهيز لإعادة المشاركة في ترميم المدينة. طبعا الآن لدينا مكتب هيئة إعادة الإعمار ضمن مجلس الرقة المدني يتألف أكثر من 25 مهندس ومهندسة، وهم جاهزون للعمل في المدينة مع الآليات. طبعا الباب مفتوح لكافة المنظمات والجمعيات للعمل في داخل مدينة الرقة. ما الإمكانيات المتوفرة يعني حتى مع جهوزية الأفراد والمهندسين، ما الإمكانيات وما الذي تحتاجونه؟ بصراحة زرنا المدينة أكثر من مرة، للأسف الشديد نسبة الدمار وما خلفه داعش وما زرعه من كثير من الألغام إلى الآن يحتاج إلى جهود جبارة وجهود دولية لإعادة تأهيل المدينة. طبعا إلى الآن لم تدخل أي منظمة إلى المدينة، هناك فقط ثلاث منظمات مهتمة بأمور الألغام وتنظيفها، ومن ثم تدخل المنظمات متشاركة مع المجلس لإعادة التأهيل وإعادة إزالة الركام في البداية، ثم الخدمات الأساسية والبنى التحتية من كهرباء وماء وما شابه. طبعا نتحدث سيد عبد السلام عن نقص كبير، وكما قلت حضرتك يعني تحتاجون الكثير من المساعدة، ولكن غير هذا الموضوع وهو رئيس، يعني ما التحديات أيضا التي تقف أمامكم؟ طبعا نعم، تفضل. انقطع الصوت لكن السؤال كان التحديات كبيرة جدا. طبعا التحدي الأول كان الخلاص من داعش وهي النقطة الأساس. التحدي الثاني هو موضوع الألغام. فيما بعد التحديات كبيرة. طبعا نحن فرحون رغم كل هذا الدمار، بناء الإنسان هو الأهم، أما بناء المدينة فأهل المدينة من محبتهم سيعودون ويبنونها كما بنوها فيما مضى. التحديات كبيرة جدا جدا، ولن يستطيع المجلس لوحده أو المنظمات لوحدها، يجب أن يتكاتف الجميع، المواطنون مع المنظمات مع المجلس مع كل القوى الفاعلة على الأرض بإعادة تأهيل وتجميل مدينة الرقة كما كانت جميلة. أنا أشكرك جزيلا. من عين عيسى عبد السلام حمسورك، رئيس مكتب المنظمات الإنسانية بمجلس الرقة المدني.